بتتكلم على الروح القتالية، هي دي السبب في المواجهة سرعة وقوة كوت ديفوار؟ ولا أنا كنت بقول لحضرتك من الناحية الفنية وجود ثلاث لعيبة اللي هم في نص الملعب، السولية والنني وحمدي فتحي، هو فاجئنا بيهم كيروش. هنتكلم فني بقى؟ طيب لو اتكلمنا فني يبقى أول ربع ساعة تلت ساعة كانت تايهة مننا شوية وكانت الأخطر كوت ديفوار. تمام. لأن احنا ما عندناش المعلم اللي يقف في نص الملعب زي المساكني كده في تونس. بعد ربع ساعة تلت ساعة لما بدأنا نخش في الأجواء ونحط الكورة من رجل لرجل بدأت تبان شخصيتك. بعديها على طول مرموش شاط واحدة وجابها في العرضة. بعديها في واحدة هو يعني استعمل ذكائه وخدها من الباك ناحية الرايد وعطم بيه على جوه. صلاح كان واخد عامل سبرينت لو حطها له كان جاب صلاح جون وكان هو طلع نجم المباراة. كان عمل واحدة في العرضة واحدة اسيست كانت هترفع من معنوياته، بس ما عرفش ليه ورقص تاني ليه. تمام. يعني الحاجات اللي هي بالنسبة للعيبة الكورة ونلاقي واحد بيشق بالطريقه دي زي صلاح فانت تحطها له، ده انت تتصيد حتى لو طويله قصيره زي ما صلاح عملها للسوليه في الشوط في الشوط الثاني اللي هو حطها فوق العرض. وفي واحده فاضي. وفي واحده مصطفى محمد لو حطها لصلاح صح كنا خلصنا المباراه في الشوط الثاني برضه. فانا بقول لك ان كانت تايهه مننا في اول ربع ساعه تلت ساعه. لا انا شايف ان لازم واحد يتنطط على الكره في نص الملعب، اصل بص الثلاثه شبه بعض دي بتبقى فيها مشكله بالنسبه للثلاثة الفراوده. فانا كنت اتمنى ان زيزو يبقى هو الثالث. زيزو لما نزل شاط واحد على الجون وبدانا نمسك كوره وبدات الخطوره تزيد. تريزيجيه النهارده احنا كنا بنديله صفر وبنديله واحد ونقول له ما تلعبش. النهارده بصراحه بعد ماتش النهارده رجع تريزيجيه، رجع سيبك من ان هو ضيع ثلاث اجوان لان برضو الحساسيه بعيده عنه، بس النهارده القتال اللي عمله والالتحامات اللي كان بيخش ده، في واحده على ال 18 دخل مع الراجل اللي اتعمل معاه فاول دي كانت خطره، لو هو مش موجود في الحته دي كانت هتعمل ازمه. واخد بالك؟ احنا شخصيتنا بقى لما حطينا الكره من رجل لرجل وبدانا نقرب لبعض ونضيق المساحات بدات الخطوره بتاعتنا تبان، بدا يبقى لنا شكل بجد، بدا ان الناس من النهارده بترشحك للنهائي مع تونس. مع تونس طبعا، يعني انا بقول لك تونس بعد ماتش نيجيريا وانت بعد ماتش النهارده كوت ديفوار انت ان شاء الله ان شاء الله هتبقى في النهائي.